مساء الخير مرة تانية، وأهلا بيكم في الجزء التاني من اليوم الرابع في براند زون. ودلوقتي أو في الفيديو ده هنتكلم بشكل عملي عن تحليل المنافسين وإزاي تحط لنفسك بلان أو خطوط عريضة تعرف تشتغل عليها في موقعك الجديد اللي هتبدأه عشان تقدر تشتغل صح وتبقى عارف أنت ماشي إزاي وطريقك هيوديك ليه في الآخر، وكمان تبقى فاهم المجال بتاعك، يعني تذاكره كويس قبل ما تبدأ فيه عشان ما تبقاش بعيد قوي لما تدخل في المعركة، لما تدخل في وسط المنافسة وتبقى بتنافس مواقع كبيرة وبتحاول انك تظهر في كيوردز كتيرة وتحاول انك تبني اودينس ليك على السوشيال ميديا. كل ده لو انت مش مستعد ومش دارس كويس المجال وعارف وعندك خبرة عنه او على الاقل عندك خلفية عنه، هتواجه صعوبة كبيرة جدا في انك تحقق ده. بالتالي احنا النهاردة هنشرح لكم بعض الادوات وبعض التولز اللي هنستخدمها عشان نقدر نحلل منافسينا بشكل كويس. مبدئيا بفترض ان انت حددت مجال موقعك، اخترت الدومين، ركبت التمبلت، ركبت البلوجنز، موقعك جاهز انك تبدا كونتنت. بس قبل ما تبدا كونتنت بتعمل حاجات مهمه اللي هو هنعمله النهارده اللي هو الكومباريتيف ريسيرش، هنكمله تاني في الجزء ده. هنتكلم على المجال اللي انت هتشتغل فيه، هتطبق فيه نفس الخطوات اللي انا هشرحها في الفيديو ده، طبعا زي ما قلت مع اختلاف المجال. زي ما انا قلت ان انا هشتغل في السام ديلز، فخليني ابدا بعمليه بسيطه جدا. واحنا ندخل على جوجل وبنعمل سيرش على الكيوردز الكبيره في المجال بتاعنا، الكيوردز العامه. طبعا اوريدي انا عارف بعض الكيوردز، ممكن انت تدخل على كيورد بلانر وتعمل سيرش على المجال بتاعك، هتلاقي كيوردز كتيره، تعرف اكتر كيوردز عليها سيرش وتاخدها في جوجل وتبدا معايا العمليه دي. خليني مثلا اعمل سيرش على توب سام ديلز، افضل خطط السام ديلز، وتشوف النتائج اللي ظهر في السيرش. زي ما ظهر قدامكم اول موقع، هو ده دايما متصدر معظم النتائج في المجال ده في اليو اس وفي اليو كي، في اليونايتد ستيتس وفي اليونايتد كينجدم، اسمه USwatch.com. عامل كومبير سيم اونلي ديز، ودي سيرفيس كده يعني لو دخلنا عليها نشوفها. دايما طبعا ما تكتفيش بس بالنتائج، ادخل وبص على شكل النتائج، ادخل وبص على شكل الموقع من جوه عشان تفهم انت هتقدم ايه مختلف عنه وهو بيقدم ايه مخليه رقم واحد. هنا طبعا هو مقدم زي كومباريزن سيستم كده او كومباريزن بلاتفورم، بيقارن ما بين السيم ديلز باسعارها وكل حاجه، وكمان شغال افيليت اكيد لانه بيحول اليوزرز على الشركات دي عشان يشتروا الديلز. طبعا ده بزنس، ده بزنس يعني موقع خدمي، احنا هنقدم موقع معلوماتي، فمحتاجين ان احنا نستفيد من اللي هو بيقدمه ده ونطور منه في موقع معلوماتي عندنا، بحيث ان احنا نقدم يعني. هو هنا لو انا بصيت على اللي هو مقدمه، اول حاجه هتيجي في بالي انه مش فريندلي، هو نيردي اكتر، هو مجرد خدمه اليوزر بيخش يقارن، بيقارن مع 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 منصه او بلاتفورم، مش بيقارن بناء على اراء شخصيه او مش بناء على ريفيوز من الناس. ده مش موجود هنا، ان كان موجود حتى مش موجود بالشكل اللي احنا هنقدمه. هنا انا فهمت الاول الموقع ده ان هو رقم واحد ومتصدر معظم النتائج عندي. لو انت في مجال الترافل هتلاقي اكتر من موقع، ودايما لما بتيجي تعمل ريسيرش بتعمله على اول موقعين ثلاثه مش اكتر من كده، لان هم دول التوب، انت عايز تبقى احسن منهم. عشان تبقى احسن منهم محتاج انك تنافس دول، ما تنافسش اللي اقل منهم. بالتالي طول ما انت بتنافس رقم واحد، رقم اربعه وخمسه وسته هتعديهم في طريقك، لكن طول ما انت بتنافس رقم 10 او رقم 11 مستحيل توصل لاول خمسه. طيب احنا دلوقتي عرفنا الموقع ده بيتكلم عن ايه، عرفنا طريقه تقديمه للمعلومه، هو موقع خدمي بيشرح السيم ديلز او بيشرحها وبيقول يعني خصائصها والفيتشرز بتاعتها مقارنه باسعار، وبيحدد لك انت تختار انهي سيم ديل من دول وتشتريها. طيب خلينا بقى ندخل على الريسيرش بتاعنا ونبدا خطوه خطوه. مبدئيا عايزك تفتح سبريد شيت، سواء عندك على الاكسل او تفتح ملف وورد او تستخدم docs.google.com، ده اللي انا بفضله عشان دايما يبقى السبريد شيت بتاعك اون كلاود او موجود اونلاين، تقدر تشوفه من اي مكان حتى لو انت مش في بيتك او مش فاتح من الكمبيوتر بتاعك. في السبريد شيت دي هنضيف كل الداتا اللي احنا هنطلع بيها من الريسيرش ده عشان تبقى يعني متسيفه عندنا ونقدر نرجع لها بعد كده في اي وقت. مبدئيا يعني اول موقع بنستخدمه هو موقع اسمه اي سبيونج، ممكن تنطق كده ممكن تنطق كده، اي سبيونج او اي سبيونج. الموقع ده بتعمل عليه، بسجل عليه اكونت تريل وبتستخدمه عشان يطلع لك معلومات كتيره جدا عن المنافسين بتوعك، بدايه من البيد ادز بتاعتهم، من السوشيال انجيجمنت بتاعهم، من الاورجانيك كيوردز بتاعتهم والاس اي او كمان، وبعض المعلومات المهمه اللي انت هتحتاجها وهتفيدك جدا في شغلك على موقعك الجديد. فموقع اسبيونج او
اي سبيونج ده، هتدخل عليه وتسجل عليه اكونت ريل، وهتفتح الداشبورد بتاعته وتعمل سيرش على الموقع المنافس بتاعك في مجالك، اللي هو في حالتي انا يو اس ويتش اللي هو رقم واحد. بعض المعلومات البسيطه كده عنه، ان هو شغال ادز، عنده 114 اد، بيشتغل على 424 كيورد، يبقى الراجل ده شغال بيد ادز. ظاهر في 46,000 كلمه اورجانيك، طبعا ده رقم كبير جدا. ده بالنسبه للبي بي سي، بالنسبه لجوجل الكلمات اللي هو عامل عليها اعلانات، برود باند تشيكر يو كي عامل عليها اعلان. طبعا انا استفيد ايه بس من الموضوع ده عشان الناس تبقى فاهمه معايا؟ انت مش شرط انك هتاخد نفس الكلمات وتعمل عليها اعلانات، انت مجرد انك عرفت هو بيعمل اعلان على ايه، ده بيديك فكره انت ممكن تتارجت ايه عندك في الويب سايت. سيبك من جوجل كيورد او سيبك من كيورد بلانر، انت ممكن من هنا تعرف كلمات مهمه هو بيدفع فيها فلوس عشان يظهر. لو انت قدرت تظهر فيها اورجانيك هتجيب لك ارباح عاليه جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا ان انت لو فكرت تعمل اعلانات تبقى عارف هتشتغل على ايه مباشره. زي ما قلت لكم دي كلمه مثلا هو ظاهر او عامل فيها ثلاث اعلانات. سعر السي بي سي بتاعها 1.71 دولار، ده رقم كبير طبعا. السيرش فوليوم بتاعها هتلاقيه متوسط 10، ما هو طبعا اعلى من كده بس هو الرقم مش كبير، لكن هو عارف هو بيعمل ايه، لان هو الكلمه دي كلمات ترانزاكشنال، اليوزر لما بيدخل من عليها بياخد اكشن على الويب سايت، بيشتري حاجه او بيسجل في خدمه فبيدفع فلوس، فبالتالي هو مش خسران نهائي. طبعا باقي الكلمات مش هيديك كل الكلمات لان دي ان ده اكونت ريل، لكن لو سجلت اكونت مدفوع طبعا هيفتح لك كل الداتا. ده للناس المهتمه ان هي تماكسمايز يعني المعلومات اللي هي بتاخدها، تاخد اكبر قدر ممكن من المعلومات. في حالتنا احنا انا قلت لكم ان احنا هنستخدم تولز ممكن تكون مدفوعه، لكن انا في الشرح ده مستخدم كله تريل او ترايل مجاني، بحيث ان انت تقدر تستخدمه مش عندك مشكله. طبعا ده التوب ادز ان جوجل، بيوريك كمان الاد كابي بتاعهم، يعني نسخه الاعلان اللي هم شغالين بيها. بروب باند ديل تشيكر مثلا يو اس ويتش، ده الديستنيشن يو ار ال، تفتح كمان تشوف الصفحه اللي هم عاملين ليها الاعلان دي عامله ازاي، بتعرض ايه، ايه الفرق ما بينها وما بين اللي انت بتقدمه في موقعك. يعني هنا مثلا بروب باند بوست كود تشيكر، تكتب البوست كود بتاعك ويظهر لك ايه العروض المتاحه في منطقتك. دي حاجة طبعا خدمة سيرفيس ممكن تتقدم بمنتهى السهولة في أي موقع. يعني أنا بفكر إن شاء الله في باكسام إن دي تبقى خطوة تانية مستقبلا في موقعي، لكن هبدأ الأول بجزء الانفورميشنال ده وجزء المعلومات، بحيث إن أنا أبني جمهور أكتر، مما يعني هيبقى أسرع من إني أبدأ ترانزاكشنال أو إني أبدأ سيرفيس. طبعا زي ما أنتم شايفين كده بيوريكوا الإعلانات شغالة بقالها كام يوم، كل ده بيديك فكره عن المنافسين بتوعك. ده التوب كومبيتيتورز ان جوجل، التوب 10 بي بي سي كومبيتيتورز، اكتر او اكبر 10 منافسين في الاعلانات بالترتيب كده: فيرايزون وايرلس، ويف بروباند، برايت هاوس، بلس دوت نت، اي تي ان تي، كومكاست، بزنس دوت كومكاست، وهكذا. مواقع كتيره جدا. فيرايزون مثلا وايرلس بيصرف اعلانات شهريا بنص مليون دولار، طبعا رقم عظيم، فده يديك فكره ان انت المجال ده فيه ارباح عاليه لما يبقى فيه منافس بيصرف نص مليون دولار اعلانات شهريا، بالتالي اكيد الارباح فيه كبيره لو انت بقيت براند فيه وبقيت ناجح فيه وبتكسب منه، او عفوا بتساوي نفسك كويس. ده بالنسبه ل ايسبونياج. طبعا في زي ما قلت لكم البي بي سي كيوردز دي هتطلع لك بعض الكلمات اللي ممكن تستخدمها في ان انت تكتب عنها مقالات في موقعك، او تعملها كاتيجوريز في موقعك، او حتى تعمل عليها اعلانات. يعني هنا مثلا كومبير بروباند باكجز يو كي، دي كلمه ممكن يكون السيرج فوليوم عليها قليل، لكن لو انت بتشتغل عليها افيليت مثلا او سي بي اي هتجيب لك ارباح عاليه جدا. كلمات كتيره طبعا زي ما انتم شايفين كده، بيديك لحد تقريبا 10 كلمات او حاجه، بعد كده بيقول لك لازم تابجريد عشان يفتح لك الداتا كلها. طبعا اللي قادر ان هو يابجريد ويستخدم التول دي مدفوعه هتفيده بشكل كبير جدا. ده طبعا الاد كوبيز، وكمان هم شغالين اعلانات على بينج وياهو، مش بس مكتفيين بجوجل، ده برضو مهم جدا عشان تعرف ايه الكيوردز اللي هم بيترجتوها في بينج وياهو اللي ممكن انت تستخدمها وتظهر بيها في بينج وياهو اورجانيك وتجيب لك ترافيك. كل ده مهم طبعا. الاورجانيك كيوردز دي انصحك ان انت لو هتعرفها، وطبعا هنا برضو هيبقى عامل لك ابجريد فور فيرذر اناليسيس، لكن انت ممكن عشان تعرف كلمات اكتر تاخد بس لينك الموقع، تدخل على كيورد بلانر وتضيفه ودوس انتر، هيطلع لك معظم الكيوردز اللي هو ظاهر فيها او بيترجتها. دي طبعا بعض الكلمات،
ممكن تعمل كومبير في الاخر ما بين كذا موقع من منافسينك بحيث انه يطلع لك اناليتكس كامله. ده كان اول موقع اي سبيوناج تسجل فيه اكونت تريل وتبدا تستخدمه. والداتا هقول لكم ازاي نطلعها في الاخر، انا بس همر مرور سريع على التولز كلها، وفي الاخر هنفتح السبريد شيت ده ونبتدي نضيف بعض الداتا اللي هتفيدنا ونبدا نمشي عليها او نحط بناء عليها خطه نكمل عليها بقيه الفتره اللي جايه. تاني موقع معانا هو اوبن سايت اكسبلورر، طبعا كلكم عارفينه، الاو اس اي تبع موز بيطلع لك الاي سي او بروفايل بتاع كل موقع. ده مهم جدا برده عشان تعرف الموقع ده شغال ازاي، الباك لينكس بتاعته منين، كام رو دومين، السوشيال سيجنالز بتاعته، كل الكلام ده مهم جدا عشان تعرف انت بتنافس مين برضو. طبعا زي ما قلت لكم احنا بنعمل الريسيرش ده على رقم واحد في المجال مهما كان حجمه كبير، مهما كان موقع بيصرف ملايين شهريا، انت مش شرط تبقى زيه وانت مش عايز تبقى زيه، انت عايز تتعلم هو وصل لهنا ازاي، عمل ده ازاي، ايه الحاجات المفقوده عنده اللي انت ممكن تقدمها بشكل افضل في موقعك طبقا لامكانياتك. برضو خلينا نكون واقعيين، اكيد الفلوس بتفرق، يعني طول ما معاك استثمار اعلى او بادجت اعلى بيساعدك ان انت تتحرك افضل ويفتح لك فرص اكتر، لكن بناء على الدراسه والقرايه بتقدر على الاقل تحسن من مردود شغلك بعكس ما تبقى شغال وانت مش عارف انت بتعمل ايه اصلا. طيب موقع اوبن سايت اكسبلورر زي ما قلنا بيطلع لك اللينك بروفايل بتاعهم، تستفيد منه انك تعرف اللينكات بتاعتهم موجوده فين، المواقع دي بتلينك ليهم ليه، هل هم بيقدموا خدمات هناك ولا هل هم بس المواقع بتلينك ليهم عشان هم سيرفيس ولا بيكتبوا كونتنت الى اخره. طبعا كل ده انت محتاج تدور عليه، دايما ادخل على التوب بيجز عندهم في الموقع وشوف اكتر الصفحات اللي واخده لينكات وانت تعرف ليه الصفحات دي واخده لينكات. يعني مثلا دي اكسكلوسيف ليك فورز ايمرج اوف ابل اب فور امبروفينج ايفون ريبيرز، صور مسربه ل لبرنامج خاص بابل امبروفينج ايفون ريبيرز اللي بيحسن الايفون، تحسينات الايفون يعني، صور مسربه ليهم. هل انت فكره مقاله زي دي، طبعا هي دي حاجه اكسكلوسيف ليهم فعشان كده واخده يعني سوشيال انجيجمنت عالي واخده كمان باك لينكس كتيره جدا. انت كمان ممكن تسعى في انك تقدم حاجات زي دي حتى لو منقوله منهم، بس بشرط طبعا ان انت تذكر ان المصدر بتاعهم وكمان تضيف عليها معلومه خاصه بيك او تضيف عليها راي خاص بالويب سايت، تضيف عليها كونتنت مختلف ما يبقاش كوبي بيست بس عشان ما يبقاش موقعك عباره عن كوبي بيست بدون اي تحسين او اضافه. انا ما بنصحكش اصلا بالكوبي بيست، لكن في حالات زي الاكسكلوسيف ارتكلز دي انت مضطر انك لو هتاخدها منهم لان انت مش هتقدر تضيف حاجه اكسكلوسيف وانت مالكش علاقات هناك في المجال ده. غير كده هتعرف برضو الصفحات الثانيه اللي واخده صورتي عالي، زي مثلا طبعا دي اقسام عندهم في الموقع فانا مش هيهمني الاقسام قوي، انا بدور على حاجات زي جايدز مثلا سامسونج جالاكسي اس 7 ديلز. طيب الديلز بتاعت سامسونج جالاكسي اس 7 دي واضح ان هي عليها طلب قوي جدا، الناس بتلينك ليها كتير، فانت لو عملت لو انا بقى يعني انا بقرا بقول لكم كده على اساس ان اللي بيتفرج عليا هو اللي بينطبق عليه المثال، لكن الكلام ده كله ليا شخصيا قبل ما يكون ليكم. يعني لو عملت مقاله عن السامسونج جالاكسي اس 7 ديلز دي واشتغلت عليها كويس واشتغلت عليها بشكل افضل كمان من هنا وعرضتها بشكل يعني اشمل واعم، ممكن يجي لي ليها باك لينكس كتير، هيجي لي عليها ترافيك كتير، هكسب منها كتير برضو. كل ده عرفته منين؟ عرفته من التوب بيجز، لان لو ما كنتش دخلت هنا ما كنتش هعرف المعلومه دي، كان ممكن الكي وورد دي تفوت عليا او ما اخدش بالي منها. يعني زي ما انتم شايفين مثلا الصفحة اللي احنا كنا بنشوفها اهو واخدة 293 شير على الفيسبوك وانباوند لينكس 542 لينك، فطبعا ده رقم كبير يوضح لك ان الموقع ده فيه افكار محتوى كتيرة ليك تقدر تستخدمها. كل ده ينطبق على مجالك، ينطبق على مجالي، ينطبق على اي مجال انت بتشتغل فيه. ده بالنسبة لأوبن سايت اكسبلورر. طبعا في حاجات تانية كتير زي مثلا الانكر تكست اللي هم واخدين عليها الباك لينكس، اللي انت محتاج تعرفها برضو عشان لما تيجي تشتغل انك تاخد باك لينكس. طبعا ابعد عن كل البراندد كيوردز دي اللي هي اليو اس سويتش، شوف الحاجات الان براندد اللي ليها علاقه بمجالك، مثلا سكاي انليمتد برو بانك كولز، سكاي موفيز اوريجينال باندل تي في. طبعا هو موقع مش خاص بس بالسيم ديلز، هو خاص بحاجات تانيه ليها علاقه بالبرود باندنج والساتلايت تي في وكل الكلام ده.
والجهاز كمان، وكل حاجة خاصة بالخدمات الحكومية او الخدمات الخاصة في اليو كي واليو اس. برضو لما تعرف الانكر تكست بتاعت الكيورز اللي هو واخد عليها اللينكات هتفهم اكتر هو بيشتغل ازاي. يعني هتلاقي هنا اللي احنا شفناه ده ان هو معظم الكيورز اللي هو بياخدها عليها باك لينكس هي كيورد براندد، ده معناه ان الناس مرتبطة بالبراند قوي اكتر من اي حاجة تانية. لينك اوبورتيونيتيز دي برضو ممكن تفيدك بحاجات ريكليم لينكس مثلا، بروكن لينكس ان يور سايت ذات هاف امباوند لينكس. هنا بيقول لك الصفحات اللي هي مش شغاله بحيث ان انت ممكن تروح تعدلها او يعني تخلي المواقع اللي ضايفه اللينكات دي ان هي تعدلها. طبعا جاست ديسكفر ده مهم جدا لان انت هنا بتتابع اللينكات اول باول، كل لينك جديد بياخدوه بتعرف هل هو ممكن انت تاخد حاجه زيه، هل ممكن تعمل اكشن زي اللي هم عملوه ده بتاخد منه نفس اللينك ولا لا. فبرضو يعني تواجدك على اوبن سايت اكسبلورر بشكل يومي لمده 10 دقائق هيفيدك كتير. تتابع جاست ديسكفرد وتتابع اللينكر تكست واللينك اوبورتيونيتيز، ده هيحسن من شغلك بشكل كبير جدا، من شغل الـ SEO بتاعك. طبعا لازم تبقى متسجل برضو اكونت تريل من على موز عشان تقدر تشوف الداتا دي بشكل كامل. ده كان الموقع التاني اللي هو اوبن سايت اكسبلورر، وشرحت لكم ازاي نقدر نستفيد منه من ناحيه اللينكات والجاست ديسكفرد والتوب بيجز وكل الكلام ده، وافكار الكونتنت كمان اللي هي بناء على التوب بيجز. وطبعا الروت دومينز ما تنساش طبعا ان انت لو بتفلتر يعني اللينكينج دومينز مثلا تعرف الدومينات اللي هي عامله لينكينج للموقع، بحيث ان انت تبتدي تشوف ايه فرصه ممكن موقع من دول ممكن تضيف فيه لينك مانيوال ولا لا، هل كلهم ضافوا بناء على مقالات ولا في مواقع خدميه ممكن تضيف فيها بشكل يدوي. طلع من كل دول، يعني هو عنده حوالي 1450 موقع، لو طلعت منهم 50 او 100 موقع تقدر تضيف فيهم لينكات مانيوال هيبقى فرصه كبيره جدا. طبعا هتاخد من وقتك شويه تشوف كل موقع، تعرف المواقع المتاحه، يعني مثلا دي موز ده انت ممكن تضيف فيه zdnet.com github.io كل ميت اب دوت كوم ممكن تضيف في مواقع ممكن تطلعها مانيوال وتضيف فيها لينكات بشكل يدوي. كل ده من موز او من اوبن سايت اكسبلورر. ده كان تاني موقع. تالت موقع هو سيميلر ويب. طبعا سيميلر ويب معروف انت مش محتاج تسجل اكونت، طبعا لو انت معاك اكونت بريميوم على سيميلر ويب ده يبقى حاجه كويسه جدا لانه هيطلع لك كل الداتا، لكن بالاكونت الفري او من غير اكونت هيطلع لك بعض المعلومات برضو المهمه. اولا الجلوبال رانك هو رقم كام على العالم، الكانتري رانك وهو الدوله اللي هو بيستهدفها بشكل قوي جدا هي اليونايتد كينجدم المملكه المتحده، والكاتيجوري رانك كمان في البيزنس والاندستري الانرجي والكلام ده هو رقم 4. هنا توتال فيزيتس بيديك افكار عن معدل الزيارات الشهريه، تعرف ده عشان تبقى عارف انت بتتحرك في ايه. طبعا انت مش شرط انك توصل للرقم ده او هو ده التارجت بتاعك، لكن تعرف المجال اللي انت تشتغل فيه ده عدد زيارات فيه او متوسط افريج زيارات فيه قد ايه، ده برضه هيفيدك يرسم لك صوره كده تبقى عارف انت بتتحرك ازاي. 5 تقريبا 6 مليون زياره في الشهر، طبعا رقم كبير جدا، رقم خرافي يعني. الترافيك باي كانتريز هو بيتارجت اليونايتد كينجدم، فافهم انا من كده ولو حد شغال في المجال ده يفهم من كده ان اليونايتد كينجدم هو من الاسواق الكبيره جدا في مجال السيم ديلز والبرود باند والتي في والساتلايت تي في والجاز الكتريستي والكلام ده كله. اليونايتد كينجدم جمهور مهتم جدا بالموضوع ده يمكن اكتر من اليونايتد ستيتس، مع ان الموقع اسمه يو سويتش او يو سويتش، يعني يو انت اللي بتختار او انت اللي بتغير ما بين المواقع او ما بين الخدمات اللي هو بيعرضها. ترافيك سورسز برضو دي مهمه، يعني حوالي 67% من الترافيك بيجي من السيرش، السوشيال 3%، الدايركت 19%، الاعلانات قليله جدا، فالسيرش بالنسبه لك هو الشانل الاهم. برضو ده تعرفه لان ممكن في مجال تاني تلاقي ان الدايركت اعلى او ان الديسبلاي اعلى او ان السوشيال اعلى على حسب نوع المجال. لو مجال انترتيننج قوي، يعني لو عملنا سيرش مثلا على 9gag.com هتلاقي ان السوشيال رقم كبير بعكس المجال ده. دي ريفيرلز ودي برضو مهمه، المواقع اللي بتريفير للموقع ده تفتحها، يعني هو مديك هنا 5 مواقع هتفتحهم وتشوف هل في فرص ان انت المواقع دي في يوم من الايام تريفير ليك بطريقه ما، عن طريق بقى كونتنت، عن طريق خدمه، عن طريق علاقات شخصيه ولا لا، وكمان تعرف انت ما هو بيطلع فين، بيودي من موقعه لفين، لان المواقع اللي انت هتوديها دي لو انت عملت لها لينكينج ممكن تلينك ليك باك، يعني تلينك باك ليك في وقت من الاوقات.
وتفهم برضه هو بيطلع الناس من عنده بيوديهم فين، لان انت تقدر بنفس الكونسبت تطلع الناس من عندك توديها على مواقع شبيهة بدي، مواقع منافسة تكون تبعك انت. واقول لكم ممكن نعمل ده ازاي مستقبلا يعني. طبعا هنا السيرش زي ما انتم شايفين ده عدد الترافيك اللي بيجي من السيرش مقارنة بالبيت سيرش كمان. دي بعض الكلمات اللي هو ظاهر فيها اورجانيك، ودي بعض الكلمات اللي ظاهر فيها مدفوع، طبعا مش ظاهرة كلها، لكن لو معاك اكونت برضو بريميوم تقدر تستخدمه. خد بالك من السوشيال هنا ان هو متواجد على ريدت بشكل اكبر من الفيسبوك، ودي نقطة مهمة جدا، خد بالك برضو من النقطة دي. يعني يو سويتش متواجد على ريدت اكتر من الفيسبوك، فانا لو اهملت ريدت يبقى انا بخسر جمهور محتمل. انا كان ممكن معرفش المعلومة دي لو اشتغلت عمياني من غير ما اعمل الريسيرش ده. دي نقطة دي نقطة مهمة برضو جدا لازم تاخد بالك منها. تويتر مثلا النسبة قليلة جدا، فممكن ما اشتغلش على تويتر. يعني لو انا ببدا لوحدي والمجهود عليا كبير ممكن اركز على ريدت والفيسبوك بس في البدايه، في البدايه وبعد كده ممكن اتوسع. ده ديسبلاي ادفرتايزنج طبعا، بيقول لك الشركات كمان اللي هو بيستخدمها عشان يعلن. ميديا دوت نت مثلا هو رقم واحد بالنسبه له اكتر من جوجل كمان. تابولا بيستخدمه، مايكروسوفت اد سنتر، فبيستخدم مواقع او خدمات او اد سيرفيسز غير جوجل ديسبلاي نتورك، وبيستخدمها بس بنسبه اقل من ميديا دوت نت مثلا. طبعا انت مش شرط تتبع ده، بس ده بيديك فكرة على الشانلز اللي انت ممكن تتطرق لها مستقبلا ولما الموقع بتاعك يبقى براند. كل ده مهم ولازم تعرفه طبعا. طبعا في حاجات تانية كتير بقى، الاودينس انترست دي نقطة مهمة، الاولسو فيزيتد ويب سايتس، اليوزرز اللي بيشوفوا المواقع دي بيشخوا على مواقع ايه تاني. تلاقي معظمها في الكود يو كي، معظمها في المملكه المتحده. يعني مثلا هارت او هارت دوت كود يو كي ده حاجه ليها علاقه بالستيت ايجنت او الريل استيت عامه، بالعقارات. سيميلر سايتس دي برضو فكره تدخل على المواقع دي لو انت عايز توسع ريسيرش بتاعك بقى وتعرف اكتر عن المجال بتاعك، فالمواقع دي هتساعدك. طبعا تشوف عندهم موبايل اب ولا لا، كل ده بتعرفه من سيميلر ويب فري. كل المعلومات دي مهمة جدا وتقدر واستفدنا منها حاجات كتيرة. استفدنا منها ممكن نشتغل فين على السوشيال ميديا، استفدنا منها المواقع اللي بتريفير لي، استفدنا منها حجم الترافيك بيجي منين وحجمه قد ايه، كمان الدول المستهدفة اللي نقدر نستهدفها اكتر. كل الكلام ده من سيميلر ويب. ده كان تالت موقع. رابع موقع معانا هو سباي اون ويب. الموقع ده مهم جدا، ورغم من يعني من بساطة الانترفيس بتاعته لكن بيطلع معلومة او معلومتين مهمين جدا بالنسبة لنا. ده الاي بي ادريسز بتاعت يو اس ويتش، لو خدت بالك هو شغال على 3 ديديكيتد اي بي. دي نقطة مهمة جدا، ده عشان السيرش بيأثر فيه بشكل او باخر. كل ما بيبقى ديديكيتد اي بيز كتيرة، الهوست اللي هو بيستخدمه، او طبعا مش هوست بقى، هو السيرفر بتاعه اللي هو بيستخدمه، كلاود هوستنج بتاعه، فيه اكتر من ديديكيتد اي بي. لكن اللي يهمنا هنا طبعا الاليكس رانك، ده الرانك بتاعه والبيج رانك بتاعته. اللي يهمنا هنا هو الادسنس اي دي والاناليتكس اي دي. من الادسنس اي دي نكتشف ان هو صاحب الموقع ده، شغال في الموقع ده وفي الموقع ده وفي الموقع ده. يعني يو اس ويتش فونز ده، او يو سويتش فونز ده موقع تاني، خلينا نشوفه. حد ما يفتح. فاحنا عندنا عرفنا من البابليك اي دي بتاعه في ادسنس ان هو عنده اكتر من موقع. موقع زي ده يو سويتش فونز ممكن يكون شغال، موقع زي ده ناتشرا فينشرا، يو اس ويتش دوت اي اي. كمان من الاناليتكس اي دي عرفنا بعض المواقع زي يو سويتش لايف انشورنس ده، فهو شغال في اكتر من مجال. ده يفيدك ان انت لو يعني المجال بتاعك او المنافس بتاعك بياخد باك لينكس من مواقع تبعه، فتفهم برضو هل هو بيعتمد على بلوج نتورك ولا لا، هل هو بيستخدم مواقع تانية في حيث انها تلينك ليه ولا لا، هل هو شغال في اكتر من مجال ولا لا. طبعا هو واخد دومين اسمه يو اس او يو سويتش لايف انشورنس، وعنده قسم في الموقع اسمه لايف انشورنس، بالتالي بيجي له ترافيك عليه. هو بيحول 3-1 من الدومين للقسم بتاعه الكاتيجوري ده على uswitch.com. ده من خلال spyonweb.com بتكتب الموقع هنا وبتعرف الموضوع ده. الموضوع ده مهم بالنسبه لك. الاي بي ادريسز المواقع اللي على الاي بي ده، هتلاقي ان هو واخد لكل ثلاث مواقع
اي بي مختلف او هم نفس الثلاث مواقع واخدين الثلاثه اي بي هم اللي بيستخدموه. فاحنا عرفنا من سباين ويب المواقع اللي تبعه كمان ايه المواقع اللي هو بيستخدمها تاني او المواقع اللي بتستخدم نفس الادسنس اي دي بتاعه او الاناليتكس اي دي او الاي بي ادريس. كل ده عرفناه من خلال سباين ويب وده مهم عشان تعرف زي ما قلنا هو بيشتغل ازاي، يعني ايه طريقه شغله او اعتماده على ايه، هل بيعتمد على الدومينات تانية ولا بيحولها على موقعه الرئيسي. طبعا هو مشتري الدومينات من الواضح بس مش مشغلها، لكن تفهم من كده ان هو مثلا بيشغل في اللايف انشورنس كمان، ان انت ممكن تميكس الاثنين، تميكس السيم ديلز والبرود باند والجاز والكلام ده مع اللايف انشورنس في موقع واحد. كل ده مهم برضو تعرفه. فده كان موقع سباين ويب. الموقع اللي بعد كده هو وورانك. طبعا كلكم عارفين موقع وورانك بتسجل فيه اكاونت تريل برضو عشان يطلع لك الداتا بشكل اكبر شويه، وبتعمل سيرش. ده بقى بيديك يعني نبذه عامه عن كل حاجه. اولا بيديك ريتنج عام للويب سايت، بتعرف هو الهيدنجز بتاعته عامله ازاي، الاتش 1 بتاعه والاتش 2 شغال في ايه، الكي ووردز كلاود معظم الكي ووردز المفتاح اللي هو بيستهدفها في الموقع، فتكتشف مثلا البرود باند رقم 1، الديلز رقم 2، الانشورنس رقم 3، الانرجي، كل الكلام ده مهم بالنسبه لك. زي ما انت شايف تفصيل كمان الكلمات المفتاحيه وكثافتها. طبعا بيقول لك على الروبوتس، برضو الروبوتس ده مهم تبص عليه هو بيعمل بلوك لايه او بيمنع ايه من الظهور او بيظهر ايه تحديدا. يعني مثلا عامل ديس الاو لكل الكلام ده، الفورمات بتاعه الموبايلز وكل الكلام ده مش ظاهره اصلا. كمان عنده يوزر ايجنت جوجل بوت نيوز بيحاول يظهر في النيوز كمان في الموبايل ريفيوز والكلام ده، وشغال كمان في جزئيه النيوز، في الموضوع مش مجرد بس مقالات، هو بيحاول كمان يظهر في النيوز. السايت ماب بتاعته، الدومين طبعا عمره قد ايه، 17 سنه، ده رقم كبير جدا. واكسبايرز ان 2 ييرز، لو انت دي برضو نقطه مهمه تعرف هو مسجل الدومين بيسجله سنه بسنه ولا بيسجله باكتر من كده كمان. دي ريليتد ويب سايت شغاله في نفس المجال تقريبا برضو تستفيد منها. ده الموبايل فريندلي، تعرف هل هو موبايل فريندلي ولا لا. التكنولوجيز دي مهمه، اولا بتعرف السيرفر اي بي بتاعه فين، في دبلن في ايرلندا. طبعا ايرلندا، المانيا، استراليا، امريكا، دول اكبر، وفرنسا كمان، اكبر خمس دول ممكن يبقى فيهم يعني السيرفرات بتاعتهم كويسه جدا وتاثيرها على الاس اي او بيفرق. هنا بيستخدم ايه، تويتر بوت ستراب، ويب فريم ورك، والجي كويري ده كجافا سكريبت فريم ورك، وحاجات تانية كتير. طبعا ممكن في مواقع تانية بتديك داتا اكتر عن تكنولوجيز زي builtwiz.com، ممكن تستخدمه في انك تعرف هو بيستخدم ايه تحديدا في الموقع. بيستخدم في الاناليتكس جوجل اناليتكس وبيويك، وطبعا الباك لينكس هنا بيقول لك الباك لينكس كانتر عنده 549 الف باك لينك من 11000 دومين. هنا الداتا دي متاخده من موقع تاني غير موز، لان احنا في موز كان عندنا ارقام تانية، عندنا 29000 لينك من 1406 دومين بعكس الداتا اللي ظهر لنا هنا. لكن ايا كان مش هيفرق معانا قوي طالما معانا موز او اي اتش ريفس، الاثنين كويسين ممكن تستخدم اي واحد فيهم، واعتقد ان الداتا دي من اي اتش ريفس. هنا السوشيال طبعا ده مهم جدا برضو، يديك نبذه عن السوشيال سيجنالز بتاعته. ستامب لوبون دي نقطه مهمه، يبقى احنا محتاجين اي حاجه هنشتغلها على الموقع نشير على ستامب لوبون، لان من الواضح ان هو الرقم الاعلى هنا، ان الناس مهتمه بالمحتوى ده على ستامب لوبون، فما ينفعش نهمل ستامب لوبون. يبقى احنا فهمنا ان ريديت مهم وستامب لوبون مهم، حاجتين من الريسيرش. لو طلعنا باربع خمس حاجات مهمه من الريسيرش ده يا جماعه، ده معناه ان انت بتستفيد جدا، معناه انك هتقدر تحقق حاجه، معناه ان موقعك هيبدا بدايه صح. خدنا بالنا ان هو ما عندوش فيسبوك بيج، هو عنده فيسبوك لايكس، الناس بتشير مقالاته لكن ما عندوش فيسبوك بيج. الترافيك استيميشن فيري هاي، رقم 9000 ورقم 255 في يونايتد كينجدوم. ده بالنسبه ل wurank.com، وده موقع مهم زي ما قلنا ما ينفعش تهمله. الموقع الخامس او السادس بقى هو موقع اسمه وات رانز وير. وات رانز وير ده خاص بالاعلانات تحديدا، وبتستخدمه عشان تعرف هو بيعمل اعلانات فين، ازاي الاد كوبي بتاعت الاعلانات. يعني هو مفصل اكتر في جزء الاعلانات عن اي سبيوناج، اول موقع شرحناه. برضو بتسجل عفوا برضو بتسجل اكونت ترايل في الاول، وبتدخل على الموقع بتكتب لينك المنافس بتاعك وبتعمل سيرش. هنا بيطلع لك الترافيك سورسز بتاعته الخاص بالاعلانات طبعا،
99% من جوجل ادوردز، اقل من كده كمان لبينج وجوجل اد نتورك والسايت سكوت سايت سكاوت ما بيستخدموش اصلا. السورسز كاتيجوريز اقسام المواقع اللي بتبعت له الزيارات، البانر هوستس هتلاقي ان برضو نسبة الاكبر من جوجل ادز نتورك، الاي فريم هوست برضو من جوجل ادز نتورك. طيب لو حبينا يعني نتطرق للموضوع كده قسم قسم، هنا الديموغرافيك ريبورت ده بيقول لك شويه معلومات عن المستخدمين بتوع الموقع ده، النوع بتاعهم، التعليم، البراوزنج بيفتحوا منين، كمان من الدول يونايتد كينجدم رقم واحد زي ما قلت لكم 86%. ده برضو معلومات مهمه لازم تعرفها عن المنافسين بتوعك، الجمهور بتاعهم النسبه بتاعته الاكبر رجاله ولا ستات، بيدرسوا ولا خرجوا، كل الكلام ده مهم. بعد كده الترافيك سورسز دي المواقع اللي هو بيظهر فيها باعلاناته والديسبلاي ادز بتاعته بيجيله منها ترافيك. يعني على سبيل المثال موقع زي ده مثلا لو دوسنا هنا على الاي دي هيظهر لنا الاعلان بتاعه داخل الموقع ده، اعلان بتاع USwitch.com داخل موقع WeMaxNetNews.com. زي ما انتم شايفين ده الاعلان اللي هو ظاهر بيه، البانر بتاعه اللي ظاهر بيه داخل الموقع ده، ودي برضو نقطة مهمة تعرف اشكال البانرز اللي هو بيستخدمها. لو انت فكرت تعمل اعلان كديسبلاي ادز هتعرض ايه، هتقدم ايه، دي نقطة مهمة جدا برضو بتستفيد منها من خلال whatstrendsware.com. زي طبعا قلت لكم كل المواقع دي برضو بيقولك حاجة مهمة جدا، ان مثلا على سبيل المثال هو ظاهر في الموقع ده من سنة 2011 لحد 2015 مثلا، الموقع ده هو ظاهر لحد لسه 24/2 يعني امبارح، يعني لو شفنا الاعلان بتاعه هيطلع لنا الاعلانات اللي هو ظاهر بيها. زي ما قلت لكم بنستفيد منها ان احنا نعرف هو شغال ازاي. خد بالك ان رقم واحد هو ده اقدم اعلان ظهر بيه، اخر حاجه في الصفحه هو ده اجدد اعلان، هو ده البانر اللي شغال بيه الكامبين بتاعته دلوقتي، compare deals the cheapest broadband offers from 2.50 استرليني. برضو النقطه دي مهمه جدا، يعني انت بتعرف اشكال شكل الاعلانات اللي هو بيشتغل بيها، كمان المواقع اللي هو بيعلن فيها، لان انت ممكن تعلن في مواقع شبه دي او في نفس المواقع مستقبلا لو انت معاك بادجت تستخدمه عشان ما تخترعش العجله وما تدورش على مواقع تعلن فيها وممكن تطلع غير مجديه ليك. ده بالنسبه للترافيك سورسز. طبعا هنا التكست والهايبرد والهايبرد ادز بيقول لك الاد كوبي بتاعه الموقع ده ايه، بيعلن عن ايه، توب 10 انترنت بروفايدرز، توب 10 موبايل بروباند، توب 10 بروباند ان ذا يو كي، كل دي كلمات كمان ممكن تستخدمها كمقالات في موقعك، افكار الاعلانات، التايتل بتاع كل اعلان ده ممكن يبقى مقالك شامله كبيره في موقعك تشتغل عليها اس اي او، هتجيب لك ترافيك كبير جدا. والترافيك هنا مش بس رقم، الترافيك في قيمته. يعني انا كنت بقول لكم ونزلت بوست قبل كده على الفيسبوك ان انا في المجال ده انا اشتغلت فتره كان بيجي لي حوالي في اليوم 120 يوزر كان بيدخلوا لي $20 او $30 في اليوم. فهنا المجال مش بقيمته او مش بعدد زواره على قد قيمه الزوار دول. هنا البانر ادز طلع لك البانرز اللي هو بيشتغل عليها دلوقتي واللي اشتغل عليها قبل كده، افكار عامه تعرف هو بيستهدف ايه، بيستخدم ايه، بيعلن عن ايه، شكل البانرز بتاعته، كل الكلام ده طبعا مهم جدا. النيتف ادز دي الاعلانات الخاصه بالمحتوى، يعني هو بيسوق مقالات عنده من خلال تابولا. تابولا ده طبعا بلاتفورم معروف لتسويق الكونتنت كاعلانات. برضو تعرف ايه المقالات اللي هو بيسوقها في تابولا، ايه المقالات المهمة اللي الناس بتدخل عليها او اللي هو مهتم انه يصرف عليها اعلانات او يصرف عليها فلوس في الاعلانات عشان يسوقها. عشان انت ممكن تكتب مقالات عن نفس الفكرة لكن طبعا باسلوبك وتستفيد ان هي بيدفع فيها فلوس في الاعلانات وانت ممكن تظهر فيها اورجانيك بحيث انك برضو ما تخترعش العجلة. هنا الاي فريم هوستس المواقع اللي هو بيظهر فيها كاي فريم، واللاندنج بيجز بتاعت الاعلانات اكتر الصفحات اللي بيحول عليها ترافيك الاعلانات، برود باند مثلا. برضو تعرف الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لك. كل ده بيطلع لك في الاخر فكرة عامة عن شكل البيد ادز بتاعته، بيعمل ايه، بيشتغل ازاي، ايه الاعلانات اللي هو بيستهدفها، ايه المواقع اللي بيعلن فيها، افكار الاعلانات، شكل الاعلانات، الكي ووردز اللي هو بيعلن عليها، كل ده مهم جدا بالنسبة لك تقدر تستغله في موقعك الجديد انك تبدأ صح طول ما انت قدامك المعلومات دي. الموقع اللي بعد كده هو موقع رايفل اي كيو. الموقع ده من اهم المواقع اللي هتستخدمها واللي لازم تستخدمها، ما ينفعش تهملها، لانها هتديك افكار عن السوشيال كونتنت بتاعهم اللي انت ممكن تشير حاجات بنفس الفكره لكن طبعا باسلوب مختلف عندك على السوشيال، بحيث ان هي تؤدي ان هي تجيب لك
انجيجمنت في فتره قصيره من غير ما تقعد تجرب كتير، وممكن تبقى بتضيع وقتك في حاجه غلط اصلا. يعني الموقع ده هتسجل فيه برضو اكاونت ترايل، وبعد كده هتدخل على الداشبورد بتاعتك هيبقى عندك حاجه اسمها كومبانيز انت اوريدي بتضيفهم وانت بتشتغل، بتضيف لينك موقعك او الدومين بتاعك اللي انت حجزته او المدونه بتاعتك وات ايفر، وبتضيف المنافسين بتوعك، بتضيف اكتر من منافس 2 او 3 او ممكن اكتر كمان. انا اوريدي ضفت 4 هنا: برود باند تشويسز، ان جادجت، ماني سوبر ماركت، يو سويتش. الاربع مواقع دول خليني في يو سويتش. طبعا هنا بيطلع لك في الجلانس كده او فكره عامه عن عنك انت، عن موقعك انت وعن منافسينك، الحاجات اللي هم بيشيروها والحاجات اللي خدت شيرنج عالي. طبعا في هنا انا ضايف سيو صح، طبعا ده بس مثال عام يعني بسيط كده للتطبيق، لكن طبعا في حالتي انا مش هضيف سيو صح، هضيف بيكسام الموقع اللي انا هشتغل عليه. الموقع اللي انت او المواقع اللي انت هتشوفها، خش على كل موقع من المواقع اللي انت ضفتها ككومبيتيتورز ليك. خلينا نبدا بيو اس سويتش مثلا، ادخل عليه هيفتح لك الداشبورد الخاصه بيه، هيبقى عندك كذا حاجه. خلينا ندخل على السوشيال كونتنت، هنا هيطلع لك الكونتنت بتاعه اللي بيتشير على السوشيال ميديا على كل البلاتفورمز المختلفه، يعني تويتر، فيسبوك، جوجل بلس، يوتيوب، انستغرام. طبعا بترتبهم بناء على الانجيجمنت ريت، يعني مثلا على سبيل المثال البوست ده نازل يوم 10 فبراير 2016 على الفيسبوك، خلينا نشوفه، وحقق 292 انجيجمنت او تفاعل. ده البوست بتاعهم مثلا: ليك سامسونج جالاكسي اس 7 ان اس 7 اتش فوتوز. يبقى صور سامسونج جالاكسي اس 7 حققت تفاعل عالي على السوشيال ميديا، خصوصا على الفيسبوك. تفهم من كده ان انت طبعا لو بتتابع الموضوع ده بشكل يومي، طبعا هو الموضوع ده بقاله فتره، بقاله حوالي 3 اسبوعين 3، خلاص اوريدي يعني الترند بتاعه اختفى، فاحنا مش هينفع نشتغل عليه دلوقتي. لكن تفهم ان كده ان انت لو بتتابع الموضوع ده بشكل يومي وبتتابع الانجيجمنت بتاعه بشكل يومي او شبه يومي، هتقدر تكوبوز، يعني هتقدر تتابع معاهم وتشير حاجات الناس اوريدي مهتمه بيها عندك على السوشيال ميديا او عندك على الويب سايت. ده بالنسبه للفيسبوك. مثلا لو رحنا لتويتر، تشوف ايه المحتوى اللي بتشار هناك وبياخد انجيجمنت عالي. مثلا اعلى حاجه خدت انجيجمنت هو البوست ده: ويل دان فيرجن ميديا وينر اوف بيست كاستمر ريتد بروباند نيو سويتش بروباند اووردز ويز ان امبرسيف 78 ساتسفاكشن سكور. طبعا ده بوست خاص بفيرجن ميديا بيهنيهم فيه ان هم كسبوا رقم واحد على رضا العملاء يعني في يو اس سويتش. لكن شوف دايما البوستات اللي هم بيشيروها: كونجرتس كونجرتس مثلا، بوست زي ده فيرجن ميديا كونسيومر بيست تي في بروفايدر. زي ما انتم شايفين كده، يعني هو بيشير او بيهني الناس بالريتنج اللي هم خدوه داخل يو سويتش دوت كوم. طبعا هتلاقي فيرجن ميديا كمان رد عليه. كل دي افكار تعرف، يعني هو حتى انت لو مش هتشتغل على تويتر فانت اوريدي عندك الفيسبوك، عندك يوتيوب كمان لو هو شغال على يوتيوب، الفيديوهات اللي هو بيشيرها زي ما انتم شايفين كده: سامسونج جالاكسي اس 7 هاند زون ووك ثرو يو سويتش دوت كوم. كل دي افكار خاصه بي انا هبتدي استفيد منها بقدر الامكان، اعرف هما بيشتغلوا ازاي، شكل الفيديوهات اللي هما بيشيروها، شكل البوستس اللي على الفيسبوك، شكل البوستس اللي على جوجل بلس، ما عندهمش على جوجل بلس، انستغرام برضو مش شغالين، يبقى هما شغالين على تويتر، فيسبوك، جوجل، يوتيوب. دول القنوات الرئيسيه اللي هما بيشتغلوا عليها، زي طبعا ريديت، لان احنا شفنا ان في انجيجمنت عالي من ريديت، زائد ستامبل بوني. يبقى كل الحاجات دي لازم تبقى في عينيا او واخد بالي منها وانا بشتغل. ده بالنسبه لموقع رايفل اي كيو. زي ما قلت لكم هنا مثلا يو اس سويتش اورجانيك كيوردز 220,000 كلمه، الترافيك بتاعها، ادوردز كيوردز، دومين اوثورتي، اكسترنال لينكس، تويتر 33,000 فولور على تويتر، بيديك طبعا اوفر فيو عامه عن الشغل بتاعهم. الفيسبوك 44,000 لايك على الفيسبوك، البوستس 28، رقم قليل جدا مقارنه بعدد الفانز. جوجل بلس في فولورز 910 لكن مفيش ولا بوست. يوتيوب 2900 سبسكرايبر، 148 فيديوز، البوست انجيجمنت قليل جدا. تفهم من كده ان هو يعني تعرف طبعا كل الكلام ده بيفيدك ان انت تعرف منافسك شغال ازاي، ايه الخطه اللي هو بيتبعها، ايه القنوات اللي هو بيستغلها،
ايه الاسلوب اللي هو بيتبعه على القنوات دي، ايه الحاجات اللي بتجيب شيرنج وبتجيب انجيجمنت عالي سواء على الفيسبوك او على تويتر او على اليوتيوب، عشان انت كمان ما تخترعش العجله وانت بتشتغل على السوشيال نتوركس دي، تبقى عارف المفروض تشير ايه وايه فعلا اللي بيجيب مع الناس. كل الحاجات دي مهمه ولازم تاخد بالك منها. الموقع الاخير هو موقع سيمرش، ده برضو بيديك يعني نبذه عامه عن كل شيء. في الاخر بيقول لك الاورجانيك سيرش تقريبا بيجيلهم كام في الشهر، هنا بيقول لك 61,000، كمان البيت سيرش بتاعهم وسعره، البيت كوست كام. طبعا الداتا بتاعتك هتختلف من مكان لمكان، خلينا نكون صراحه، لان مش كل التولز دي بتجيب نفس الداتا من نفس الاماكن، فممكن هنا تلاقي ان البيت سيرش زيرو لكن في موقع تاني البيت سيرش اكبر من كده. على اي حال كل الداتا مفيده، يعني اللي تلاقيه زيرو ده يبقى اكيد هو عنده نقص في الداتا، لكن اللي ظاهر داتا فاوريدي هو وصل لمعلومه وقدر يظهرها لك. فدايما خد الداتا اللي فيها ارقام، اي حاجه زيرو ظاهر مقابلها رقم في تول تانية يبقى التول اللي ظاهر فيها الرقم هي الصح. بس احنا بنستفيد من كل تول بقدر ما، بقدر المعلومه اللي هي بتديها لنا. يعني هنا عرفنا ان مثلا السيمرش رانك بتاعه 20,000، الكي ووردز بتاعته 220,000. هنا مثلا عندنا حاجه مهمه جدا، المين اورجانيك كومباريتورز، اكبر اكتر المواقع اللي بتنافسوا في الاورجانيك سيرش، زي ما قلت لكم برود باند تشويسز، ماني سوبر ماركت، كونفيوزد، كارفون وير هاوس، كيبل دوت يو كي، كل المواقع دي بتنافسوا في السيرش. البراند سيرش تعرف كم واحد بيجي له على يو سويتش دوت كوم، هنا طبعا ده بالنسبه لليو اس على فكره، بس خدوا بالكم ان الداتا دي كلها بالنسبه لجوجل يو اس. هنا ممكن لو دخلنا على جوجل يو كي نلاقي ارقام اكبر من كده، لان هو اصلا اوريدي بيتارجت جوجل يو كي. خلينا نشوف مع بعض الدومين اوفر يو يو سويتش دوت كوم بالنسبه لليو كي او اليونايتد كينجدوم. زي ما انتم شايفين الترافيك هنا بقى اورجانيك بقى 2.5 مليون، البيت سيرش 128,000، معظم اعلاناته بيدفع 842,000 دولار بالنسبه للكلمات. طبعا ده رقم خرافي، ده ممكن يبقى توتال اللي صرفه سبند لحد دلوقتي، الاورجانيك كيوردز اللي هو بيظهر فيها، المين اورجانيك كومبارترز. طبعا ده الترافيك كوست، سعر الترافيك المدفوع اللي هو بيستخدمه او اللي هو بيتارجته او اللي هو بيتعامل عليه على النتوركس المختلفه، الباك لينكس دي، وكمان الاورجانيك كومبارترز، الكومبارتيف بوزيشننج ماب. خد بالك من النقطه دي كويسه جدا، يعني دايما هتلاقي بيقول لك هو فين مقارنه بمنافسينه. يعني كيبل دوت يو كي بيتكلم في 100,000 سيرش كويري او 100,000 فيزيت من السيرش، يو اس واتش بيتكلم في 1.8 مليون ترافيك، هنا الترافيك مثلا 254,000، هنا 1.8 مليون، هنا 4.9 مليون في ماني سوبر ماركت دوت كوم. تعرف برضو المنافس بتاعك موجود فين ومين اللي اعلى منه، لان انت ممكن تبقى فاكر ان هو ده المنافس الوحيد، لكن اوريدي في حد افضل منه، في حد تحتيه، في حد بينافس معاه. كل ده برضو هتعرفه من سيمراش دوت كوم. البراندد سيرش هنا 11,000 طبعا عكس يونايتد ستيتس. براند ترافيك ترند، الترند بتاعه بيعلى امتى فين وهكذا. التوب 8 كي ووردز، الكلمات اللي هو بيستخدمها او بيعمل لها اعلانات مدفوعه، سامسونج نوت 4، سامسونج نوت 4 برو باند ديلز، انترنت برو باند، كل الكلام ده. مين بيت كومبيترز، المعلنين اللي بيصرفوا فلوس او بينافسوه في الاعلانات، فيرجن ميديا 3.co.uk وهكذا. ودي مثال لبعض الاعلانات بتاعته، ودي الباك لينكس فولو بلس نو فولو، طبعا ده بتعرفه من موز لكن ممكن برضه يظهره لك هنا في سيمراش. كمان الباك لينك تايب دي مهمه، تعرف الباك لينكات بتاعته نوعها ايه. يعني مثلا 19,000 لينك عباره عن تكست موجودين في محتوى، في من 1.1 كي يعني 1000 صوره تقريبا بيشيروا للموقع، في فورم لينكس 5، في فريم لينكس 12، التوب انكر تكست برضو زي ما قلنا دي مهمه، الريفيرنج دومينز برضو دي مهمه جدا، المواقع اللي بتشير ليو سويتش بشكل كبير، لان المواقع دي فرص ليك ان انت تاخد منها باك لينكس في حاله ان انت قدمت لها حاجه، قدمت لها خدمه، تعاونت معاها، يعني قدمت لهم ليستنج عندك في الموقع، وات ايفر ايا كان اللي انت ممكن تقدمه للمواقع دي كمحتوى، كافكار، كمساعده، كبراندنج، كباك لينك متبادل، بس طبعا يبقى بشكل بروفيشنال، ما يبقاش واضح عشان ما يبقاش سبام بالنسبه لجوجل. فالافكار بتاعت المواقع الريفيرنج للموقع ده اللي هي بتديها اكبر عدد من الباك لينكات تقدر تستفيد منها مستقبلا. طبعا كل الكلام ده في البدايه بيبقى صعب، يعني
وانت لسه بتبدا او شهر اتنين تلاته، صعب ان انت تخاطب الناس دي وتحقق يعني يبقى في علاقه ما بينك وما بينهم او في كونكشن ما بينك وما بينهم تستفيد منه كاي سي او. لكن مستقبلا لما تبقى براند تقدر تستخدم الداتا دي في ان انت تتواصل معاهم. دول كل التولز اللي احنا استخدمناهم في الريسيرش اللي انت طلعت منهم بمعلومات كبيره جدا. عشان بس اختصارا لوقت الفيديو اللي احنا دخلنا في ساعه الا ربع دلوقتي، في السبريد شيت ده انا هجمع معظم الداتا اللي انا خدتها اللي انا اتكلمت عليها في الفيديو ده بس في شكل منظم شويه عشان اقدر ارجع لها بعد كده. انت ممكن تعمل ده في نوت باد، ممكن تعمله في وورد، ممكن تعمله في اكسل، ممكن تعمله في اي حاجه، مش شرط يعني سبريد شيت، بس انا بفضل اجمع الداتا بتاعتي هنا. اختصارا لوقت الفيديو انا هجمع الداتا دي وهشاركها معاكم ان شاء الله في اقرب وقت على الجروب بحيث ان الناس تشوفها شكل الداتا اتجمع ازاي وايه الداتا اللي انا استفدت منها من الريسيرش ده. لكن كل واحد فيكم بناء على التولز اللي انا قلت عليها دي يقدر يطلع داتا اكتر مني بشكل مختلف، يقدر يقدمها او يحفظها عنده او يسيفها عنده بشكل مختلف بحيث انه يحقق منها اكبر استفاده ممكنه. بعد ما خلصت دول انت بتعرف هتشتغل ازاي، بتعرف ايه افكار المحتوى اللي ممكن تبدا بيها. طبعا في حلقه الكونتنت او اليوم الخامس اللي هنتكلم فيه عن الكونتنت هنتطرق برضو لبعض الحاجات الخاصه بالكيوردز، افكار الكيوردز، ازاي نقدم المحتوى بتاعنا، ازاي نحاول نسهل على نفسينا صناعه المحتوى بالنسبه للانجليزي بتاعه مش قوي قوي ما يصعبش على نفسه الموضوع. لكن اللي انت عملته دلوقتي ده هو دراسه، انت كده درست المجال بتاعك في ساعه لربع او في ساعه، عرفت المجال بتاعك بيتكلم عن ايه، عرفت المنافسين شغالين ازاي، عرفت ايه القنوات اللي ممكن تتواصل مع الجمهور فيها، عرفت اسلوب التواصل على السوشيال ميديا بيتم ازاي، عرفت المواقع اللي بتشير للمنافسين بتوعك، عرفت اشكال الاعلانات، عرفت حجم الجمهور، عرفت سعر الاعلانات في المجال ده، عرفت الارباح المحتمله، عرفت الشبكات الاعلانيه اللي هم بيستخدموها، عرفت حاجات كتيره جدا عن المجال بتاعك. كان هيبقى صعب جدا انك تحقق نجاح لو ما كنتش تطرقت للموضوع ده. اشكركم واتمنى ان يكون الفيديو فاتكم وعجبكم، ويا ريت لو حد عنده تعليق او استفسار يسيبه في كومنت على الفيديو او على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، ويا ريت كمان تشيروا الفيديو يا جماعه عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشكركم واشوفكم في اليوم الخامس ان شاء الله. تقبلوا تحياتي احمد عزت والسلام عليكم.